سي فلالي غويني، ارحب بك مره اخرى. واقول امس بالنسبه للاسئله، بالنسبه للاخ دكتور نور الدين، انا اخذت السؤال اللي طرحه الاخ من الدخله اساسا لاني شفت فيه شيء يستحق الاهتمام، واعطيته 10 دقائق وهو يريد يشرح هل اهل الصحراء فعلا هم يعني مراضون بالحكم المغربي ام لا. السؤال الذي جاء في اتصالات كثير من الناس بالامس كان بالنسبه لك انت، هو الناس قالوا لا يفهمون كيف تشجع الجزائر قيام دوله جديده في المغرب العربي. هذا الاخ التونسي قال كيف لا يستقيم ان تكون اسلاميا وان تؤيد مساعي اقامه دوله خامسه في المغرب العربي. انا افهم لماذا هذا التونسي تكلم معك امس او السوري اللي تكلم، لانهم خاصه ابناء المغرب العربي يذكرون مؤتمر طنجه الذي حضره زعماء الثوره الجزائريه وزعماء المغرب وزعماء تونس في 56 والذي او 58 والذي كانت تعاهد فيه الزعماء على العمل من أجل توحيد المغرب العربي، ولم يكن هناك على الإطلاق في مداولات هذا المؤتمر ما يشير إلى مسألة قيام دولة صحراوية. كما أن التاريخ الذي يقرأه الجزائري في المدرسة الجزائرية والتونسي في المدرسة التونسية والمغربي في المدرسة المغربية يتحدث عن عقبة بن نافع، مثلا التاريخ العربي المغاربي، تاريخ الإسلام المغاربي يتحدث عن نقب النافع ووصوله إلى تونس، تأسيسه للقيروان، ثم انتقاله إلى الجزائر، ثم انتقاله إلى المغرب، ثم تمهيد الأمور لانتقال الأندلس، ويتحدث عن بعد ذلك عن الدول التي قامت في المنطقة والتي امتدت من المغرب الأدنى إلى المغرب الأقصى، والتي بعض عواصمها كانت في تونس وبعض عواصمها في الجزائر وبعض عواصمها في مراكش. لكن لم يرد في هذه كتب التاريخ التي نقلها أبدا أن الأحرار الكرام أهل الصحراء الغربية اليوم في أي وقت من الأوقات كانوا دولة أو كانوا كيانا حتى بالمعنى الكيانات منفصلا عن الجزائر وعن المغرب وعن تونس. ثم لما جاء الأتراك العثمانيون وحكموا تونس والجزائر، لم يحكموا المغرب، فتحادوا مع الدولة مع المغرب، إنما تونس والجزائر أنذاك كان هذا هو المعروف في التاريخ. تجد أنت أن الحكم العثماني وصل إلى تونس ووصل إلى الجزائر وبقيت المملكة المغربية. طبعا المغاربة قامت منهم حركات قامت حركة المرابطين وحركة الموحدين، والمغاربة نصروا أخروا سقوط الأندلس 100 سنة، والجزائريون طبعا أيضا قامت كانوا قلب المغرب العربي، قلب الحراك العمراني والحضاري الإسلامي والعربي في المنطقة، والتونسيون كذلك. فالمهم الناس، أنا أقول لك لماذا هذا التونسي يقول أنه لا يمكن أن تكون إسلاميا وداعما لقيام دولة في نفس الوقت، وهذا كلامه ليس لأنه ينزع عنك الصفة الدينية، لكنه يحتار، يقول المفروض أن الواعز الديني الإسلامي يجعل الأخ فلالي يفضل خيار الوحدة وتقليل الكيانات الجديدة، لأنه إذا مشينا في هذا الإطار، إذا كان يقول لك الناس، يقول لك إذا حق تقرير المصير، الجزائر لا تؤيد حق الشعب الشيشاني في تقرير مصيره، معنى الشعب الشيشاني قدم التضحيات على 200 سنة ليتحرر مثلا من الحكم الروسي، ولكن الجزائر تؤيده لأن الجزائر علاقتها طيبة بروسيا، والعالم كله لا يستطيع أن يؤيد الشيشان الآن، لأن الشيشان مقضي رغم أن لحد الأيام هذه والشعب مسكين يعاني وغيره، اضطهاد كبير وستالين فعل بهم الأفاعيل. الجزائر لا تؤيد حتى حق الشعب الجنوب السودان في تقييم مصيره، وخايفة من تقسيم السودان، لكن يقول لك لماذا تؤيد هذا؟ إلا يقول لك لأنها مكايدة في المغرب، أو ربما انتقام من حاجات قديمة، ولعل الرئيس بومدير الله يرحمه جاءته فكرة كيف يغيظ المغرب، كيف يغيظ المغاربة، كيف يعكلن عليهم حياتهم. قال أنا أتمنى هذا المشروع وأدعمه، لكن بما أن الرئيس المدير ليس معصوما ولا يدعي أشد أنصار أنه معصوم من الخطأ، فيقول لك الناس ليش الجيل الجديد من الجزائريين ما يتخلاش عن هذه الفكرة لهدف لمصلحة أكبر، ويقنع بدل ما يشجع الإخوة الصحراويين على التمسك بالانفصال وبالاستقلال، يجلس معهم سنة سنتين يقول لهم شوفوا خليكم مع المغرب، وإحنا إن شاء الله بعد 5 سنوات حنقيم استفتاء لوحدة مغربية جزائرية أصلا ومغاربية، ونكونوا كلنا المغربي والتونسي والجزائري والصحراوي والموريتاني يتحرك وين يحب يسكن وين يحب يقيم وين يحب يعمل. 10 دقائق كاملة لن أقاطعك فيها حتى أسمع رأيك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا دكتور الهاشمي، مرة أخرى أجدد لك الشكر لك ولكل الطواقم العاملة في قناة المستقلة، ومن خلالكم أحيي كل المشاهدين في الجزائر من التاء إلى التاء ومن التاء إلى التاء. شكرا.
من تيبازا إلى تندوف ومن تلمسان إلى تبسة. وأحيي أيضا الشعب المغربي الشقيق الذي نكل له كل المحبة والتقدير، ونسأل الله عز وجل أن لا يكون هذا الحوار الذي نحن فيه ولا هذا النقاش له يعني أثر سلبي على قلوب البعض، حتى نصل إلى درجة ربما المساس بخصوصية العلاقات الجزائرية المغربية. أخي الكريم والمشاهد الكريم، وخاصة الإخوة في الوطن العربي، خاصة في المشرق العربي والخليج، أنا لا أريد أن أغرق المشاهد العربي في تفاصيل هو غني عن ذكرها، ولا أريد أن أقوم بإغراق هذه الحلقات بتفاصيل لا تفيد في جوهر وعموم الموضوع شيء. أنا دائما أتكلم عن عموميات وكليات حتى أقرب هذا ما أحمل من أفكار ومفاهيم للمشاهدين الكرام، علني أستطيع أن أقنعهم، والإقناع لا يحتاج لا إلى رفع الصوت ولا إلى الفوضى ولا إلى أخذ حق الغير ولا إلى محاولة توجيه الرأي المتصلين ولا إلى أي شيء. الفكرة القوية تدافع عن نفسها. أخي الكريم، مبدأ الجزائر في دعمها للشعب الصحراوي مبدأ شرعي. نحن نتعاون مع إخواننا في الشعب الصحراوي على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم، هذا قول الله عز وجل. ونحن نتعاون مع إخواننا الصحراويين من منطلق الأخوة وحسن الجوار الذي بيننا. ولو كنا لنا أو لو كان لنا نوايا أخرى فقد عرضت على الجزائر بدون حرب، بدون أن تدخل حربا ضد الصحراء الغربية، أن تعطى لها أو تهب لها قطعة من الصحراء الغربية، فأبينا. وقال الراحل هواري بومدين قولته المشهورة: لا شبر زيادة ولا شبر تنازل. فلذلك أنا أريد أن أذكر جملة من النقاط. أولها أن الجزائر لم تعتدي على أحد من جيرانها منذ استقلالها إلى يومنا هذا، وهذا يشهد به الجميع، فيما أنها اعتدي عليها من الجار المغرب في 1963 وغزانا القوات المغربية حينها، وتوغلوا في عمق صحرائنا وقتلوا وذبحوا وشنعوا شر تقتيل بالجزائريين، فتجاوزنا ذلك. الجزائر ساهمت في تطبيع وتثبيت الاستقرار في المنطقة. الجزائر دافعت بقوة على استقرار الشقيقة موريتانيا، ولولا دفع الجزائر بقوتها الدبلوماسية وفي المحافل الدولية لما اعترف المغرب بموريتانيا أصلا، لأن الإخوة العرب يجب أن يعلموا بأن المغرب أو المملكة المغربية لم تعترف بموريتانيا حتى 1969، لأن قبل هذا التاريخ كانت هناك حالة من العيش ضمن كما قلت في الحلقة الأولى الأحلام، أحلام المملكة المزعومة العلوية الفاسية المزعومة.